السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية التسمين الأغنياء من الألف للياء. النهاردة حبيت نعمل فكرة كده اهوت وبناخد رأيكم فيها من خلال التعليقات على الفيديو ده. هنشوف هنمشي في الفكرة دي ولا لا، وهي هنعمل فيديو بث مباشر من بعد المغرب لأذان العشاء تقريبا، من بعد المغرب لأذان العشاء هتكون في حدود ساعة، فيديو بث مباشر لتلقي الأسئلة والإجابة عليها بالكامل، لتلقي الأسئلة ونجاوب عليها من خلال البث المباشر. فياريت الموافق على الفكرة اكتبه في تعليق على ضوء التعليقات، لو لقيت فيه إقبالية كويسة هيبدأ أول بث مباشر إن شاء الله النهاردة بعد صلاة المغرب، يعني حوالي الساعة 5:15 تقريبا هيبدأ البث المباشر إن شاء الله لتلقي جميع الأسئلة. بس ده هنشوف الفيديو هيبدأ ولا لأ، ده من خلال تعليقاتكم على الفيديو، من خلال تفاعلكم مع الفيديو ده دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. النهاردة التاريخ عشان الناس عارفة، التاريخ النهاردة كام؟ النهاردة الاثنين 14 ديسمبر، النهاردة الاثنين 14/12. لو في تفاعلات مع الفيديو لقيت كمية كويسة موافقين ومنتظرين، هنعمل بث مباشر إن شاء الله بعد صلاة المغرب النهاردة الساعة 5:15 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.